وإلى الصحافة الفلسطينية كيف تعاملت مع زيارة البنس أمس. نبدأ من وكالة وفاء. الرئيس يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع وزراء خارجية الدول في الاتحاد الأوروبي، وأطلع سيادته وزراء الخارجية على مجمل التطورات الفلسطينية وخاصة المتعلقة بمدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين وقرار ترامب حولها، إلى جانب آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها في شتى المجالات. اخترنا لكم عنوانا آخر من وكالة وفاء. عريقات حملة بنس الصليبية في الكنيست هدية للمتطرفين، وأمريكا جزء من المشكلة. وفي صحيفة الأيام عن مقاطعة المشتركة لخطاب بينس، النواب المشتركة لبينس القدس عاصمة لفلسطين، ونقل الخبر عن بيان المشتركة قوله إن محور ترامب ونتنياهو الأمريكي الإسرائيلي أغلق الباب تماما أمام أي عملية سلمية، والمطلوب اليوم حشد الضغوط على إسرائيل عبر النضال الشعبي من جهة والعقوبات الدولية من جهة أخرى لإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. وإلى موقع العرب، قال الرئيس محمود عباس إن الطريق الوحيد للوصول إلى السلام بيننا وبين إسرائيل هو من خلال المفاوضات بمشاركة وإشراف دولي، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الاثنين إن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الذين يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين. وفي صحيفة القدس، ما حدث مع نواب القائمة المشتركة كان هو العنوان المركزي. جاء رفعوا يافطات القدس عاصمة فلسطين، طرد نواب عرب من الكنيست قبل بدء خطاب نائب الرئيس الأمريكي. ونختم مع خبرين من صحيفة هارتس الإسرائيلية. نتنياهو: إن لم يجري تعديل على الاتفاق النووي مع إيران يجب إلغاؤه. وأخيرا في هارتس خبر أخير ومن وجهة نظر أولى نراها في الإعلام الإسرائيلي: إخراج أعضاء الكنيست العرب هو إحدى الصور المنفرة والمخزية التي أظهرتها إسرائيل. الهجوم على أعضاء الكنيست العرب يرمز إلى إخراج 20% من السكان خارج دائرة المواطنة. إخراج أعضاء الكنيست العرب يدل على أن التعبير عن الرأي السياسي هو امتياز لليهود فقط. أستاذ محمد زيدان، يعني شكرا لهارتس التي قالت بهذه الصورة من كل العناوين في الصحافة الإسرائيلية. أيضا تابعت جاليت ساهل وهو راديو الجيش، أيضا إسرائيل هيوم، كل الصحافة الإسرائيلية حتى يدعوت من أقصى اليمين إلى المركز لنقل في الصحافة، فقط في هارتس جاء هذا الكلام. كيف يمكن تفسر للمستمعين والمشاهدين بأنها أرتس نظرت للموضوع، وأخيرا هنالك من نظر إسرائيلي باللغة العبرية نظر الموضوع من زاوية أخرى؟ يعني الصورة الكاملة هي أن أرتس هي الوحيدة التي ذكرت هذا الخبر بهذه الصورة، على باعتبار انتقاد إخراج النواب العرب وليس مهاجمتهم على الموقف. هو فعلا كان تغريد خارج السرب الإعلامي والسياسي الإسرائيلي. باقي الإعلام الإسرائيلي ليس فقط لم يتعامل مع الموضوع من هذا الزاوية، بل هاجم العرب واعتبرها بأنه يعني فوضى انضم للمصفقين اللي كانوا في الكنيسة. صحيح. وبالتالي يعني هي يعني ما ذكرناه عن موضوع الإجماع الصهيوني، يقع الإعلام الإسرائيلي بغالبيته تمثيلا له، وبالتالي يمكن القول بأنها آرتس هي الصحيفة الوحيدة التي تغرد خارج السرب، وليس فقط في هذا الموضوع وإنما في كل المواضيع المتعلقة بالموضوع الفلسطيني وحتى في القضايا الداخلية والفساد ضد نتنياهو. نعم. إلى مسألة أمس، الرئيس الفلسطيني تحدث في اجتماع وزراء خارجية في أوروبا بحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين والقدس عاصمة فلسطينية. هذا الاستغلال بالذات، يعني هنالك مجموعة من المفارقات. أولا استغل تماما حضور بينس للمنطقة لكي يترك المنطقة ليذهب إلى أوروبا، لكي يوصل أيضا رسالة للعالم للأوروبيين ولأمريكا لتدل على الموقف الفلسطيني. يعني في الموضوع رمزية ومجموعة دلائل، مجرد السفر، هذه التصريحات من أين قالها، متى قالها، كل ذلك يجمع مجموعة من الحنكة السياسية.
يعني من المؤكد بأن التوقيت له دلالاته بأنه هناك موقف فلسطيني من مقاطعة هذه الزيارة، وبالتالي الخروج إلى أوروبا هو مقاطعة، هو يعني مقولة ضد هذه الزيارة. وهو ولكن يضع أوروبا الأبرز، مقابل أمريكا عمليا. تمام، ولكن الأبرز هو ما قيل في هذه اللقاءات. يعني هناك كان هناك 3 تصريحات. موغيريني تحدثت عن ضرورة العمل من أجل العودة إلى مسار حل الدولتين، وعلى أن يعني تدعم المطلب الفلسطيني لكون القدس عاصمة لدولة فلسطين. ألمانيا تحدثت عن التمسك بحل الدولتين، ولكن الأبرز كان فرنسا. فرنسا تحدثت عن تطوير، وزير خارجية فرنسا تحدث بشكل واضح عن تطوير العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، من ما يسمى اتفاقية شراكة مؤقتة إلى اتفاقية شراكة كاملة، وهي اتفاقيات يعقدها الاتحاد الأوروبي مع الدول المستقلة، وبالتالي هو رفع لمنسوب هذه العلاقة. وأعتقد بأنه يعني هذا التحرك الفلسطيني هو ضمن التحرك الدبلوماسي من أجل إيجاد رعاية دولية بديلة للرعاية الأمريكية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتصرف خارج الهيمنة الأمريكية، التصويت في مجلس الأمن، التصويت في الجمعية العامة، والتصريحات العامة ضد قرار ترامب بالنسبة للقدس، والعودة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي كمرجعية لأي حل سياسي، بما في ذلك موضوع القدس باعتبارها جزء من الدولة الفلسطينية وجزء من المناطق المحتلة وفق القانون الدولي. المحلل السياسي الأستاذ محمد زيدان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والتوضيحات. إذن المشاهدين الكرام، كنا اليوم مع تلخيص للصحافة العالمية والفلسطينية والعبرية كيف تعاملت مع زيارة بينيس. وبإمكاني أن ألخص بأن بينيس زار المنطقة وأسمع إسرائيل كل ما تحب سماعه، كل ما تحب سماعه. ومشهد قمعي، 107 أعضاء كنيست صفقوا على إخراج 13 عضو كنيست من القائمة المشتركة في مشهد قمعي على أداة ديمقراطية. وأخيرا الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس يحشد ويزيد الحشد والدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية، ويسجل أهدافا إضافية في الملعب الإسرائيلي الأمريكي إثر هذه النتيجة. إلى هنا في هذا التلخيص من مترو الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.